العديد من المراحل تمر بها عملية تحليل فيروس كورونا أو ما تسمى بتحاليل PCR، مراحل تبدأ باستخراج المادة الوراثية أو الحمض النووي للفيروس من خلال جهاز يحمي المخبري من أي عدوى. العينات من المرضى المشتبه بهم عندهم كوفيد 19 يدخلوا ديراكتومون هنايا في هذه لا اوت. هذا الجهاز هو يحمي الشخص اللي راح يتعامل مع العينة. دونك داخل هذا الجهاز راح نخرجوا المادة الوراثية ولا لايغان تاع لو فيروس، نخرجوه باش نخدموا به لي زيتاب الاخرين. المرحلة الثانية من التحليل تتمثل في نقل المادة إلى جهاز ثاني وبغرفة معزولة لا تحمل سوى شخص واحد لتحضير المصل وحفاظا عليه من أي تأثير لفيروسات أخرى من شأنها أن تحيد نجاعة النتائج المتحصل عليها، ومن ثم تحفظ المادة المحللة ببراد مخصص. هنا نقدم لكم العسال تاع لوميكس. هاد العسال لازم تكون صغيرة، تكون بروبر، لازم يدخل فيها une seule personne. فيها المعدات كيما لا سال ديكستراكسيون. جوست هنايا جو بريبار لو رياكتيف ونخرجو. الي سونسيبل باش نحمي الرياكتيف تاعي من لي كونتاميناسيون اكستيريور. دونك يكون عندي باغ اكزومبل فيروس على برا ولا اي حاجه على برا تقدر تعطيني دي ريزولتا غلطين. كونجيلاتور ا موان 20 دوغري سيلسيوس نخبيو فيه لي رياكتيف، نخبيو فيه لي رياكتيف تاع لا بي سي ار، ونخبيو فيه اوسي دونك الحمض النووي كي ما خدموش به لو جور ميم. المرحلة الأخيرة هي المرحلة الحاسمة التي يتم من خلالها جلب العينات وإخضاعها لاختبار نهائي من خلال جهاز ثالث لتكون نتائجه إما إيجابية أو سلبية وحتى درجة تغلغل الفيروس بالجسم. Donc on a besoin d'un thermocycleur. C'est ce qu'on appelle la réaction à la PCR en temps réel. Elle va amplifier ou traduire le résultat final du malade. Est-ce qu'il est positif ou négatif? En même temps, on peut savoir par exemple s'il est fortement positif, négatif. Ça dépend de la charge du virus, la charge virale du virus qu'on a dans le corps. إذن هي مراحل الكشف عن الكوفيد 19 رغم محاولة كافة العاملين بالقطاع العمل وبشكل مكثف لتخفيف الضغط على معهد باستير، تبقى أنجع وسيلة للحماية منه هي الالتزام الكامل بكافة قواعد الوقاية.